السلام عليكم، معكم حلقة جديدة وبرنامج دليلك الطبي. نتكلم النهاردة أو حلقتنا النهاردة موجهة للحوامل، الحوامل ومشاكل الحمل وتقل الحمل على العمود الفقري وعلى الفقرات. هنتكلم النهاردة عن حزام الحوامل. الحزام ده مهم في حالات كتير جدا، زي بالظبط يعني مثلا زي آلام المفاصل. في بعض الأمهات أو الحوامل بيبقى عندهم مشاكل في مفصل الركبة أو مفصل الحوض أو الرقبة، فالمشاكل دي بتخلي البطن تقيل على الجسم، فبتبقى الست محتاجة سبورت أو دعم علشان يشيل البطن ده، البطن دي وحمل البطن عن ظهرها شوية أو عن رجلها شوية أو يهون عليها الأمر شوية. الحاجة التانية اللي الحامل بتعوز فيها الحزام بتاع الحمل اللي معانا ده، وهي آلام العمود الفقري، فقرات الضعف والوهن من حمل الحمل او ان اصلا البطن كبيره او كده، فده بيأثر على العمود الفقري، فبيخلي الست برضو محتاجه ان بطنها تتشال عنها شويه عن طريق حزام الحمل. برضو الحاجه الثالثه اللي بنستخدمها الحزام فيها لو الست حامل في توأم، طبعا بيكون البطن كبيره وبيكون الحمل اتقل واتقل، فما فيش مشكله خالص لو برضو احنا استخدمنا لها الحزام ده. ألم الحوض ومشاكل الحوض، لو البطن والجناب عالية برضو بتبقى بتسبب تعب أو ألم للست الحامل. كمان ممكن نلبس الحزام لو في ست حامل ممكن تكون بتعمل رياضة خفيفة، أو هي أصلا ست رياضية بطبعها أو الدكتور أمرها بده، طبعا بيسهل جدا في شغل البيت. لو انت واقفة على الحوض أو بتعملي أي شغل في البيت أو بتطبخي أو كده، ممكن تلبسيه الساعتين دول، هيساعدك ويشيل معاكي، وبعد كده وقت الراحة بتقلعيه على أساس ترتاحي وتدي فرصة للجنين إنه يتحرك. ودلوقتي هنشوف الحزام اللي معانا مع بعض. الحزام من شركة فلامينجو، الحزام زي ما احنا شايفين اهو، واخد شكل البطن بالظبط. طبعا اي حزام بيجي عليه العلامة، احنا بنحاول نظبط العلامة كده، يعني بيبقى بالظبط ملبوس كده بالشكل ده. الحزام عبارة عن قماشة ناعمة جدا ومتبطنة وليها اطار. في من هنا اهو بدأنا يعني كده تقريبا مثلا مساحة البطن، هنا بقى اهو الاستيك اللي هيبدأ ياخد معانا كل المقاسات كده. مثلا لو الحمل في الاوائل لسه البطن ما كبرتش كده، وكمان كده طبعا على حسب الام وعلى حسب كل واحدة وحجمها وحجم بطنها. هنقول بعض التعليمات اللي المفروض نتبعها واحنا بنستخدم الحزام ده. اولا مينفعش البسه مثلا لمدة اكتر من ساعتين متواصلين، لانه بيأثر على حركة الجنين مهما يكون، تعتبر هي تكتيفة لبطن الحامل. الحاجة التانية ان مينفعش البسه على الجلد مباشر لو انا بشرتي حساسة، لانه ممكن في الحر او لو لبسته مدة طويلة يسبب حبوب او حساسية للبشرة، لان طبعا بشرة الست في الفترة دي بتكون حساسة جدا. برضو لازم البسه، يعني لازم الست تلبسه بمقاس مناسب، ما ينفعش تضيق قوي ولا تشد بطنها قوي لانه غلط جدا وهيضر الجنين. امتى بنلبس الحزام ده؟ في انهي فترة من الحمل؟ ما بيتلبش طبعا في الشهور الاولى، بنلبسه في التلت التاني من الحمل، يعني في الشهر الرابع ورايح. برضو هنقول معلومة كمان، ان ممكن ان في بعض الشركات منزلة منه من الحزام البطن ده نوع زي الفانيلا بالظبط، زي القماش الفانيلا بالظبط. طبعا لو احنا ناس عمليين ممكن بسهولة جدا نشوف قماشة زي الفانيلا كده بالظبط وبنربطها على البطن، وفعلا بتكون داعم جدا وبتشد البطن زي ما احنا عاوزين، خصوصا لو بشرة الحامل حساسة. اخر حاجة هنقولها مع بعض، ان الحزام ده، الحزام اللي معانا ده سعره حوالي 200-250 جنيه، من 200-250، وهو يعتبر من اقوى الاحزمة اللي في السوق من ناحية الجودة، ومن ناحية كمان ان القماشة ناعمة وجميلة ومش بتسبب حساسية كتير. وبكده نكون خلصنا كلامنا النهاردة وبرنامج دليلك الطبي.